بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم سواء كنتم على اليوتيوب قناة خلطبيطة اليوتيوب او على الفيسبوك قناة خلطبيطة الفيسبوك. انا عايز اتكلم بس باختصار شديد جدا عن الاخوة السودانيين اللي طالعين بيهاجموا مصر، رغم ان احنا استضفنا اهلهم وناسهم واهلنا برضو وناسنا، لكن بقى الموضوع مستفز جدا، بقى شتيمة وبقى يعني مسخرة وقلة ادب، مش عارف ليه كل ده. انتوا وقفتوا مع اثيوبيا وقلنا خلاص مش مشكلة، عفى الله عما سلف، وبرضو دخلتوا وقعدتوا في خيرنا وقعدتوا في بلدنا، فليه تطويل اللسان؟ انا عايز اقول لكم دلوقتي بقابل سودانيين كتير جدا في الشارع، ناس محترمة، ناس مهذبة، مفيش اي مشاكل بيننا وبينهم، لكن الناس اللي على السوشيال ميديا اللي قاعدين في دول تانية اللي هم اكيد تبع حميدتي وتبع برهان وتبع الكلام ده كله، واضح ان هم اللي بيعملوا القلق، وواضح ان هم بيعملوا الشوشره، وواضح ان هم يعني عندهم غل جواهم ناحيه مصر. طب احنا مش هننساق وراكم ولا هنكون اولاد الادب